صباح الخير. فكرتوا من قبل تقرأوا روايات رعب؟ أنا بالنسبة لإلي ما كان كتير الموضوع بيستهويني، لحد ما مرة زميلتي حمدة كانت عم تنصحني بقراءة كتب أو روايات لكاتب خليجي معروف جداً، عبد الوهاب السيد الرفاعي، الكاتب الكويتي اللي أنا للأسف ما كان إلي ولا تجربة مسبقة لرواياته. بدأت معه برواية متحف الأرواح، هالرواية القصة كلها كانت مغرية بالنسبة لإلي حتى من العنوان، كان بيحكي عن فضح أسرار عائلة كويتية قديمة. شو القصة؟ رح خبركن. فضح هاي الأسرار كان على لسان البطلة اللي بتحمل اسم صغيرة. صغيرة بنت كويتية كانت عايشة بالولايات المتحدة الأمريكية عم تدرس، وبعد ما تخرجت رجعت لتستقر بالكويت. لظروف معينة ما قدرت تعيش مع أخوانها أو ببيت أهلها، اضطرت أن تعيش ببيت جدها القديم. هذا البيت اللي مخيف نوعا ما، ما كان فيه بالبيت غير خادمة، ممرض، ورجل خالي من الحياة إلا بأنفاسه. هذا الرجل الغامض سيء السمعة ذو الماضي الأسود القاتم اللي حتى ابنه بفترة من الفترات تبرى منه. ليش أو شو القصة؟ أكيد رح تكتشفوا خلال من خلال قراءتكم للرواية. هذا الرجل كان متهم أنه بمارس سحر النكرومانسي، من أبشع أنواع السحر. هذا السحر قائم على استحضار أرواح الموتى أو حتى أنه يجيب بقايا من أجسادهم. والفترة الزمنية اللي عم نحكي عنها قبل التكنولوجيا وقبل التطور اللي نحن وصلنا له، كان تقريباً بساطة الناس أي حادثة غريبة أو أي ظاهرة غريبة تصير كانوا يرجعوها للسحر والشعوذة. بإحدى الغرف اللي كانت بتحمل السر الغامض الكبير، وخلال الصدفة بطلتنا صغيرة بتفتح باب هالغرفة وكأنها فتحت قصص الماضي، وكأنها فتحت باب على الماضي، تنقلب حياتها وحياة العايشين معها بالبيت بشكل غير طبيعي. بيصيروا بيشوفوا أحداث، بيصيروا بيشوفوا مشاهد غير منطقية أصلاً بالبيت. وصراحة أنا من الأشخاص اللي شوي بتأثر بالقراءات، فلما بلشت بالرواية كان في بتحرك الخيال بطريقة مرعبة، فسكرتها قلت لا، أنا بدي أقرأ الرواية وأنا بين ناس، أو أنا مثلاً ما أكون لحالي بالمكان، لأنه شوي بتحرك عندكم الخوف وبتخليكم مثلاً لما تغمضوا عيونكم تتذكروا شو صار بأحداث الرواية. لغة بسيطة جداً، الرواية متسلسلة ومترابطة. صدقاً إذا بلشتوا فيها ما فيكم تتركوها قبل ما تخلصوها. يعني من فترة صارت معي حادثة أني أنا شفت شخص عم يقرأ لعبد الوهاب السيد الرفاعي بالسيارة وبالمول وبأي مكان، فحسيت أنه هذا الشيء زادني فضول لحتى أقرأ هذا النوع من الروايات، وفعلاً ما خيب ظني أبداً. الرواية ممتعة جداً ومشوقة جداً، عدد صفحاتها قليل، ما أنا الرواية الضخمة اللي مثلاً بتحسوا أنكم أنتوا أصلاً ما فيكم تحملوها معكم بكل مكان. قدرت توصل رسالة وبالنهاية بيصدمكن، يعني تتابع الأحداث بتوصل لمرحلة بتحسوا أنه كيف صرنا هون، بيصدمكن بالحقيقة. هذا الرجل المشعوذ سيء السمعة بيتحول بسبب دفتر مذكرات لعالم ومخترع عظيم، بس كان يمكن ما حدا مكتشفه. الرواية جدا مؤثرة، بعد ما تسكروها بتحسوا قد ايه في قصص بحياتنا مرقت لأشخاص انظلموا بدون ما ينفهموا بالطريقة الصحيحة، سواء كان بأفعالهم أو حتى بتوجهاتهم أو طريقة أفكارهم. كنت عم بقرأ لقاء مع عبد الوهاب السيد الرفاعي، كانوا عم بيقولوا له إنه ليش أنت دايماً رواياتك بتجذب المراهقين؟ فجوابهم جواب كتير حلو، بيقول إنه دايماً المراهقين بيحبوا الغموض، بيحبوا المجهول، بيحبوا التشويق، وهذا بالتحديد اللي كل رواياته بترتكز عليه. عبد الوهاب السيد الرفاعي يعتبر أو تعتبر إصداراته من أكثر الروايات مبيعاً بمعارض الكتب، وهو أول على الخليج العربي من روائيين اللي بيكتبوا بالخيال العلمي. كمان إحدى الأسئلة كانوا عم بيقولوا له ليش توجهت للخيال، فقال لهم لأنه نهضة الدول تقوم على الخيال.